ميكا جت ايه؟ خلاص. صحيح، هتقولي توقعك ولا زيهم؟ لا لا اقوله خلاص بقى، بس انا انام بدري نادية. معلش، انا اكسكلوسيف، انا بعتبره اكسكلوسيف. توقعي 3-1 للزمالك. زمالك؟ او بلاش اقول اجوان عشان ما بقاش الاجوان بتفرق زمالك معايا. انا لعيب على حاسه الاحمر اللي انت لابساه. ملهاش علاقه بالتوقعات، ما يعني هي حاسه ان الزمالك، خصومه اليوم الدين. بصي هقول لك، اصل دايما الزمالك بيكسب الاهلي في الكاس يعني، الناس كلها بتقول ف كده، بس ان شاء بس الله انا الاهلي اهلاوي هيكسب. بقى يعني، اتمنى يعني، بس دي برضو ايه من الاحلام اللي مش واقعيه، فانا ما اتمناش ان، قصدي اتمنى الاهلي يكسب عشان الناس ما تفهمش كلام غلط. بس بما ان النهارده الماتش، وطبعا كل امل كل امل الاهلي يكسب، ناديه زعلانه، ناديه زعلانه، انا بقول ان لا لا، الأهلي هيكسب. التوقع للزمالك ناديه. ما تعالى نتراهن، مع إن الرهان حرام، بس ماشي نتراهن. يعني، كام لكام؟ 1000 دولار لألف دولار ماشي، هتدفعيهم؟ ما بقول لك كده، انا طلعت على هوا وقلت الزمالك. خلاص والله العظيم، هدي المية 1000 دولار لو الزمالك كسب، وهي شيرين هتديني 1000 دولار لو الأهلي كسب. ايوه إن شاء الله الأهلي هيكسب.